السلام عليكم. نعود لنشرح بالضبط إيش بنعني يعني إيش بنعني بالفيز ليد والفيز لاج كومبنسيتر. أولا الفيز ليد اللي عندي هو عبارة زي ما حكينا لو باس فلتر، يعني الشكل اللي عندي بهذا الاتجاه، هذا بالنسبة للماجنتيود. والفيز الشكل اللي عندي طب ليش هيك؟ لأنه إذا بدنا نيجي نطلع الزيرو ببدأ عندي في الأول، فالزيرو كونتريبيوشن تبعته إيش؟ الهاي بوزيتيف، أو اللي عندي لما باخد الموجود عندي. طيب نيجي نطلع على الزيرو بوزيتيف اللي عندي الكونتريبيوشن تبعه، فببدأ إيش يعطيني في الصعود؟ هاي 45 درجة اللي عندي. هذا 45 درجة زي ما شفناها سابقا per decade، يعني أنا ايديلي بدي ضله ماشي لحديت ما يوصل إيش 90 درجة. كويس هيك. الآن البول بدي يعطيني العكس، هاي ماينس 45 degrees بير ايش الدكيت. الآن هذا الخط اللي عندي لوين بدي اتحرك فيه وامشي فيه هو اللي بحدد لي كيف انا اتحرك في هذا المجال. يعني لو جيت انا لهذا الخط، جيت لهذا الخط اللي عندي وبدي اتحرك فيه في المجالات اللي بدي اياها، طب وين بدي اتحرك فيه او على اي اساس بدي اتحرك في هذا المجال؟ فباجي بتطلع للموجود عندي لهاد، لو جبته لجاي انا يعني لو ضليتني لو وصلت لهان ايديلي ممكن يعطيني 90 درجة، لانه هذا حيبدا يشتغل من وين؟ من هنا. يعني لو انا كان عندي يعني 2 decades between النقطة هاي والنقطة اللي بعدها، ايش حيسوي؟ مجرد ما هذا ينتهي الموجود عندي اللي هو البول الموجود عندي هذا، خلينا نحط لون تاني عشان نوضح. هاي لما اجي هاي اللي عندي هاد، هذا كيف بدي اتحرك فيه وامشي فيه هو اللي بقرر لي انا ايش بدي اعمل او كيف بدي اطلع فيه. الان هذا لو بدل ما هو وصلته لهان يبدأ هيعطيني ماكسيمم فيز، يعني هنا 90 درجة. الان لو بديت من جبت هذا الخط للنص هاد بيعطيني قديش؟ 45 درجة. فهذا وين بدي ابدأ العلاقة بين اوميجا دبليو زيرو اوميجا دبليو بي اللي عندي، هي اللي بتحدد لنا. هذا طبعا بوينت واحد وهذه البوينت واحد الموجودة عندي عشان تحدد لي اياهم. احنا قلنا الفيس بيبقى دكيد بفور وبنتهي دكيد افتر في هذا المجال. كويس هيك. فهذا الكونتريبيوشن اللي عندي للليد، والليد هو زي ما حكينا، بس خلينا نحكي هو عبارة عن هاي باس فلتر مش لو باس فلتر، لأنه ببدأ أنا فيه من هان وبضل طالع لي على طول في هذا المجال، لأنه هذه بتعطيني إياها أت اللي هي إيش أوميجا W
زيرو بنبدأ بعد قبل، وهذاك هنا بتستوي عند إيش؟ أوميجا دبليو بي. هذا مين؟ الليد كومبنسيتر. طيب اللاج كومبنسيتر ايش بيعطيني؟ بيبدأ تأثير، إذا بنطلع عليه بيبدأ تأثير الزيرو بعد البول، يعني البول بيبدأ في الأول. لما بدي أطلع عليها البول بيبدأ في الأول، بيعطيني إيش؟ سلوب. لو بديت فيها حيعطيني سلوب في 20 ديجريز، وبعده حيستوي اللي عندي، لأنه حيبدأ الزيرو يشتغل هان، يعني هذا أوميجا دبليو زيرو، وهان اللي عندي أوميجا دبليو بي اللي يسوي. فلما بدي أطلع على الفيز، الفيز اللي عندي هيعطيني زي هيك، هاي الشكل تبعي الموجود عندي في في هذا الشيء. أيوة، والماكسيموم حيعطيني إياه عند هذه النقطة الهاي. الآن قديش هذه النقطة وقديش اللي أنا بدي إياه، هذا بيعتمد على اللي بحتاجه أنا في السيستم. يعني لو أنا لاحظت بدي كان عندي هذه بتساوي ناقص 150 درجة، يعني بدي قديش؟ أنا ناقص 30 عشان أوصل للناقص 180 درجة. يعني هذه البامبس بدي إياها حوالي 30، وللاحتياط بزود لخمسة، بتصير عندي ناقص 35 درجة المطلوبة عشان تعمل لي هاي. كويس. نفس الشيء هناك لو كان عندي مثلا 190، هذه لمين؟ لللاج، لأنه بتعطيني إيش؟ الفيز لللاج بيبقى بالنيجاتيف. للليد مثلا عندي 190 درجة، خلينا نقول بدي 10 درجات، هذا من ناقص، بدي 10 درجات بوزيتيف. فايش بدي اسوي؟ بدي يعطيني الليد اللي هي البامب اللي عندي هنا، تعطيني حوالي 10 درجات ات الفريكونسي اللي بدها تضبط مع هذه. هذه لمين؟ للليد. الليد زي ما حكينا بتعطيني الفريكوانسي تبعتي ايش؟ بوزيتيف، الفيز كونتريبيوشن بوزيتيف في هذه الحاجه. هذه اهم الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها للفيز ليد والفيز لاج. الان في حاجتين احنا تكلمنا عنهم سابقا، ايش هم اللي بنحكي فيهم؟ لما انا ارسم الرسمه تبعتي، هذه تبعت الفيز وهذه تبعت الايش؟ الماجنتيود اللي عندي دي بي، وهذا خط اللي بهمني الزيرو دي بي. وهذا الخط اللي هي اذا بدي اطلع عليه اللي هان، خلينا نعمله تحت، ناقص 180 درجة. كويس. الآن لو فرضنا أنه الموجودة عندي الرسمة التالية، بغض النظر إيش هي، هاي هذه، وهاي الموجودة عندي تبعت الفيس. هنا النقطة هذه مهمة، والنقطة هذه اللي هان مهمة، لأنه هان بيقطع الماجنتيود الزيرو دي بي، وهان الفيز بيقطع الايش؟ الماينس 180 درجة. الآن أنا ايش بعمل؟ باخد خط من هان أطلعه لفوق، يعني بدي أجيب هيك هيك. ومن هان خط أنزله ايش؟ تحت نفس الشغلة. هذا الفرق اللي عندي اللي هان
بسميه الجين مارجن، وهذا الفرق اللي عندي اللي هان بسميه الفيز مارجن. فهذه من الشغلات المهمة احنا ننتبه لها. الآن هذا القاعدة العامة بدي اياه اكبر او بساوي 6 dB، والفيز هذه او هذا خلينا نحطها اكبر او بساوي 50 درجة. اللي عندي هيك هاي التصميم تبعتي. الآن الخطوات اللي بنقول عنها لتصميم عندي، هلاحظ أنا في عندي تيبل هذا اللي بطلع عليه بسميه الفريكوانسي ريسبونس، لجي اوف جي دبليو اللي عندي. فهذه ايش فيها؟ فيها ثلاث اعمده اللي بهموني، هذه اوميجا دبليو، هذا عندي الماجنتيود تبعت جي اوف جي اوميجا دبليو، وهنا الماجنتيود اللي عندي للجي اوف جي اوميجا دبليو اللي حكينا عنهم. الآن أنا في القاعدة اللي عندي، في عندي فيز ببقى أنا بدي إياه، الفيز اللي عندي للاج كان إيش بيساوي؟ بيساوي الناقص 180 زائد الفي أم زائد الفايف ديجريز. كويس هيك. الآن هذه اللي عندي إيش بدي أجيبهم؟ الفي أم هذه اللي هي جاية من زيتا في 100. كويس؟ يعني أضرب الزيتا في 100 بيعطيني الفي أم. الآن باجي بطلع الزاوية اللي عندي، بلاقي الزاوية موجودة هان. مثلاً زي ما كان في الإكزامبل ناقص 120 درجة. أو أقرب إشي إلها. أحيانا هذه بدي يكون ناقص 119 أو ناقص 121، وال 120 مش موجودة، باخذ الناقص 121 اللي عندي. كويس. الآن باجي بطلع على قديش الماجنتيود اللي هان، هذا مهم، اللي هو هاي. وهنا باجي بطلع على الأوميجا دبليو بسميها واحد، وهذا الفيز اللي عندي لأوميجا دبليو، يعني هذه بتعطيني إيش؟ أوميجا دبليو واحد. طب أوميجا دبليو زيرو إيش قلنا بتساوي؟ بدها تساوي بوينت واحد في الأوميجا دبليو واحد. يبقى هذه جبت الموجود عندي للفيرست فريكوانسي منها. طيب اللي عندي اللي شفته إيش؟ الأوميجا دبليو بي اللي هي البول تبعتي ايش بتساوي؟ بتساوي الاوميجا دبليو زيرو على اي زيرو اللي عندي هان في الماجنتيود اللي جبته من هان. فانا هان جبت الاوميجا دبليو بي وجبت الاوميجا دبليو زيرو من الخطوة هذه، واللي صار عندي موجود والاي زيرو عادة بشتغل معه على انه واحد، وبعدين بعد له حسب الكريتيريا الموجودة عندي المعطى بالمسألة الموجودة. هاي مختصر الحكي اللي حكيناه قبل شوية كيف انا اتعامل مع الديزاين تبعي للكمبنسيتر. يعطيكم العافية.